السلام عليكم حبايب قلبي، النهارده هعمل معاكم طبق مكرونه ما حصلش، مكرونه تحفه. المكرونه دي اللي بيحب المكرونات هتكون بالنسبه لكم حاجه جديده، جميل جدا وفي فوائد جميله قوي وحلو لان مدخلين فيه القرع. ماشي، القرع تمام. هنعمل ايه دلوقتي؟ المكرونه بتاعتنا اي نوع مكرونه بتحبيها، وكمون مع كزبره بابريكا، او تقدر تسعين عنب بس كمون وكزبره وشطه وفلفل، وعندك علبه طبعا روب علشان هنعمل صلصه، وعندك الجرع بتاعك هتسلقيه تمام. انا دلوقتي هعمل معاكم حاجه، هسلق المكرونه واسلق الجرع واضرب بالخلاط علبه معجون مع طماط مع معلقتين كبار روب، وهرجع لكم هنشوف هنعملها ازاي. دلوقتي حبايب قلبي زي ما انتم شايفين خدت المكرونه بتاعتي وسلقتها كده تمام، وعندي الجرع بتاعي سلقته زي ما انتم شايفين شكله جميل جدا ازاي ومسلوق وحلو تمام، وعندي بهاراتي اللي احنا قلنا عليها حطيتها في برطمان ظبطتها لكم، كركم وكزبره وكمون وكده وزعتر ومعلقه شطه تمام، وعندي معلقه كبيره من العسل الاسود، وعندي الطماط مع الروب مع المعجون خلطتهم جاهزين، والدهن اللي هعمل فيه وقرنين فلفل وكام فص ثوم وممكن قطعه جنزبيل ندخلهم كده. انا هنا مطرح شفشق الطماطم هحطه بس وابله بقيه الميه بتاعته، او احطها في كوبايه عشان اذا احتجتها، وهنزل بده كده هضربه ضربه بالخلاط، هضربه ضربه بالخلاط وهاجي لكم نبتدي بيه مع بعض. دلوقتي حبايبي انا اهو الجرع عشان انتوا شايفينه شوفوه طحنته طحنه كده بالخلاط تمام اهوت، وعندي هنا موجود، وعندي المعكرونيه، وعندي حاجتي هحط هنا الجدر على النار وهعليه معلقتين دهن، ثلاث معالق دهن حلوين، وهنحط بس تسخن هنزل بفصين الثوم وقطعة الجنزبيل، هبشرهم كده المكرونة دي جميلة قوي قوي قوي، وفي نفس الوقت اللي زهقت من المكرونات وطرق المكرونات التقليدية لا دي مش هت كده حبايبي بقى شايفين خلاص خلصت بقى كده اللون ده التومة. هنروح حاطين ايه بقى؟ هنروح حاطين توابلنا دي كلها زي ما هي، هنحطها على التومة ونقلبها شوية مع التومة كده، بعدين ناخد الجرع بتاعنا الأول. الجرع شايفينه بقى سمك ازاي؟ شايفين؟ ننزله هنا كده كله معلقتين العسل كبار، معلقتين عسل كبار، العسل لا غنى عنه في دي بالذات، يسخن بس على النار شوية، وهنبدأ دلوقتي ننزل بشفشق الطماطم ونقلب. ونسيبها تتثبت مع بعضها مع الجرع وهنشوف شكلها بعد 5 دقايق بالظبط، وهي النار كده حلوه عاليه مش وسط تمام. يلا بس ونخليها زي ما انتم شايفين حبايب قد كده شكلها، شايفين القوام ده؟ القوام الخطير الرائع، بتشكشك ازاي. هنا بقى تبداي تحطي المعكرونه عليها تمام، هحط المكرونه واقلبها واحطها بالصحن واوريكم شكلها. رهيبه 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 لابعد حاجه ممكن تتخيلوه في الدنيا دي كلها. هتدعولي النهارده على احلى طبق مكرونه بالجرع. نقلبها مع بعض، خليها شربة كويس قوي منها، تاخدي من تحت الصلصة،
الخلطه بتاعتها دي كويس قوي قبل ما اخليها شربه فيها، وشكشك معاها شكشكتين تاني، بعدين نغرفها. نخليها معاها تشكشك ونشوف شكلها. كده خلصت وصفتي مع احلى معكرونيه بالجرع تهبل. لو جربتوها بجد يعني هتعتمدوها عندكم تحفه، واذا زهقتوا من طرق المكرونه تقدروا تعملوها بكل سهوله. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وحاسه على اعجابكم. الطعم بجد وهم وهم وهم، مهما اتكلم عنها رهيبه، والقوام زي ما انتم شايفينها كده بجد خطيره جدا ومفيده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.